الله الله بالعرف يا عبيدي الله الله خلها بجفن عينك وخل تحرسها لهداب تدري اختنا معودة على العز والحجاب خلها بجفن. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى أبد الآبدين. فاز والله من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد أوهن ييت جلد الديار الخالية قد أوهن ييت جلد الديار الخالية من أهلها يا مال الديار ومالي أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية تبتل منكم كربلا بدم ولا يا تبتل مني بالدموع الجاية يا يا غاري تبكيك عيني لا لأجل مثوبة يا أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايا اياك يا والله ينصايب إلك ما تم يا حامد الدين ينصى يا أبو دمع عليك مثل السيل ينصى يا أبو يريت الصوبك بالقلوب ينصى يا أبو سالم تظل يا حامي الحمي ويقول الآخر والله ما تيم لولاك الفرض يا حسين اي والله لا صلينا ولا صمنا ولا عرفنا الله عز وجل والله ما تيم لولاك الفرض يا حسين مات يا يم وحق قلبك المنة ثليث مات يم إلك بقلوبنا منصوب مات يا يم لذكرك يا ذبيح الغاضرية يا لذكرك يا ذبيح الغاية اياك
حضري لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. آمنا بالله. قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة حرارة لا تبرد أبدا. صدق مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. ذكرنا بالأمس أن كل شيء في الوجود اقشعر وتغير وفسد وحزن على مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك هذا الحديث الشريف لا يعني بالمؤمنين فقط من بني البشر. أرجو الالتفات لهذه الدقيقة المهمة. يعني الآن لو تسأل كثير من الناس شنو معنى إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين، من هم المؤمنون؟ سيقول لك يعني البشر، هذا ذو الأفق الضيق اللي ما يعرف حقيقة الوجود. بينما قلنا بالأمس بأن كل شيء في الوجود يشعر ويحس وعنده إدراك، وأن المؤمنين ليس فقط من بني البشر. خلي أروي لك هاي الحادثة اللطيفة، وهي حادثة عقائدية مهمة جدا، ومنها نستشف الأمر. يوم من الأيام يقول قنبر: بعث أمير المؤمنين عليه السلام أحد غلمانه فاشترى 3 بطيخات. البطيخ يعني الرقي، احنا نسميه رقي زين، لكن هو في اللغة الفصيحة بطيخ، والآن المصريين لا زالت التسمية يطلقون على الرقي شنو؟ بطيخ. يقول: فقال: يا قنبر اكسر. فكسرت الأولى فإذا بها حامضة، قال: ارمها من النار وإلى النار. كسرت الثانية وإذا مرة، قال: ارمها من النار وإلى النار. كسرت الثالثة وإذا مدودة، بها دود وسلابيح وهذن الأمور، قال: ارمها من النار وإلى النار. ثم أمر ببطيخات، جيء ببطيخات أخرى، فقال: يا قنبر اكسر. قال: قلت اعفني يا أمير المؤمنين. اعفيني، يعني كسرت 3 بطيخات، طلعت واحدة مرة ومدودة وحامضة، قال: ائتني بها. يقول: كسر وإذا طيبة، قال: كلوا. ثم قال، هذا موضع الشاهد، ثم قال: إن ولايتنا عرضت على كل شيء. على شنو؟ كل شيء. فمن قبلها طاب وطهر، ومن أنكرها خبث ونتن. اللهم صل على محمد. فكل طيب إذا كان طيب اعلم بأنه هذا في عالم الذر قد قبل ولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. طيبون للطيبات، هذا المعنى. وأي شيء تشوفه خبيث أو نجس زين، اعلم أن هذا شنو؟ كان في عالم الذر قد أنكر ولاية محمد وآل محمد. إذن بعد إذا كنت يعني، أنا حاشا أخاطب الحاضرين، ولكن من باب الذكرى وللناس، الإنسان إذا أراد أن يعرف
نعم الله عز وجل عليه، وأعظم نعمة يشكرها عليه هي شنو؟ أن هداه إلى ولاية محمد وآل محمد. فبعد كون المؤمن الحقيقي ما يكترث للدنيا، حارة باردة، فقور غني، معرف إيش يصير ما يصير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، في دعاء الغيبة هذا، خلي يشعر أن النعمة الكبرى هي هاي. ولذلك اللي يشعر بلذة نعمة ولايتهم لا يبالي، الدنيا عنده سيان، تقبل تدبر تنطبق السماء على الأرض، المهم عنده شنو؟ هو محافظ على أعظم نعمة، وهي شنو؟ محبته ولايته لمحمد وآل محمد. زين، نأتي إلى تتمة بحثنا بالأمس. بالأمس بينا لكم حزن الجمادات وحزن النباتات وحزن الحيوانات وغضب الله عز وجل، قلنا إذا كان الحزن بمعنى الغضب، ووعدناكم أن نكمل المشوار، ولازلنا في باب الحزن، مو باب الجزع والهلع، وإنما في باب شنو؟ الحزن. اليوم نريد أن نتكلم عن أوضح وأظهر المؤمنين في قوله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين عليه السلام في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا، أجلى مصاديق المؤمنين بنو البشر. اليوم نتكلم نحاول عن البشر العاديين، وغدا إن شاء الله نتكلم عن خصوص الأنبياء والملائكة. ما الذي جرى أو كيف ترجم الأنبياء والملائكة حزنهم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ اليوم نحن في ترجمة المؤمنين من غير الأنبياء وغير الملائكة وغير ما ذكرنا بالأمس، كيف ترجموا حزنهم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام؟ قبل ذلك، ترجمة الحزن وإظهار الحزن عند البشر له طرق. هذا المعنى أخواني أولا مو فقط الإسلاميين الشرعيين يبحثوه، حتى الملاحدة حتى الزنادقة عندهم من يدرسون علم الاجتماع، زين، يدرسون الشعور عند الإنسان ويدرسون هالقضايا. احنا ناخذها ضمن لمحة شرعية، زين، إسلامية دينية، هم لا، يأخذوها ضمن شنو؟ الحياة الاجتماعية لبني البشر. أريد أنبه لهاي القضية، يعني لأن هاي الدراسة موجودة، زين، بغض النظر عن شرعيتها وعدم شرعيتها، زين. فيجون يقولون ترجمة الحزن عند البشر بطرق. شلون هاي الطرق؟ مثلا تشوفه لا يتبسم عند فراق حبيب أو فقد عزيز، ما يصير. يعني شفت إنسان أبوه توفى ويضحك، شفت إنسان ابنه أخوه زوجته أي حبيب عليه صديقه، ها، تلقيه يضحك في ذلك المكان، يعاب عليه والناس ينتقدوه، العقلاء يقولوا له أنت إنسان مو سوي، ما عندك شعور إنساني. مو من طبيعة الإنسان وشعور الإنساني أن يحزن وأن يترجم الحزن بهذه الأمور، منها أنه شوفه لا يضحك، زين، يبكي، يتأوه، مو يجي يقول آه، يعبر بعبارات، زين، تدل على الحزن، يعني كلامنا يناقشوه عبارات قولية وأحوال فعلية، حتى من هاي الناحية أقوال وأحوال. فبالأقوال تشوفه يقول آه، يتأوه، يتكلم بألفاظ، زين، بعضهم ينشد شعر، مو بكائي طويل يعني الفراق طويل، وهكذا، زين، أدهن رأسي تطيب محاسني، قول الإمام الحسين عليه السلام كما سيأتينا على أخيه الحسن سلام الله عليه، وأنت بعيد والمزار قريب.
فيلفظ أشعار يتكلم بكلمات تدل على الحزن. زين، ربما يترجم الحزن بلبس السواد، يلبس السواد، يقول له لت ليش لابس أسود، يقول حزنا على فراق حبيب، على فراق عزيز. ها، ولذلك تشوف هاي المصيبة مذكورة في الروايات أن أهل البيت النساء وغير النساء لبسنا السواد على الحسين عليه السلام. كان عندنا بالنجف، والآن قليل اللي يمارسون هذا الشيء، يظهرون الحزن بالسواد. متى ينزعونه؟ ها، مو بآخر سفر ينزعوه، 9 ربيع أول. ليش ب9 ربيع أول؟ لأن الرواية الواردة في يوم 9 ربيع أول إذا تطلع منا وتقراها أن هذا اليوم إلى 70 اسم، منها يوم نزع السواد. يوم نزع السواد، وكان في النجف الأشرف وكثير من الأماكن الشيعية لا ينزعون السواد، يبدأ من بداية محرم إلى اليوم شنو؟ إلى اليوم 9 من ربيع الأول، بس لا أقل إلى يوم دفن الحسين عليه السلام. أنا أشوف بعض المؤمنين يوم 10 أو يوم 10 وكذا مثلا ما لابس أسود. زين، أو البس غامق هسه، لا تلبس فواتح من الألوان الفاتحة. لو تجي تسأله تقول له ليش أنت هيجي، أكو قسيم يقول لك هو مو حرام، مو واجب أن ألبس أسود. صحيح مو واجب، لكن مواساة للحسين عليه السلام. ها، احنا ما نقول واجب. فيسأل هيك سؤال، اكو قسم يجي يتفلسف، شلون يتفلسف؟ ها، يقول لك والله الحزن هو بالقلب مو بالظاهر. لا، الحزن بالقلب وبالظاهر، هذا اللي نقول عليه يتفلسف. ماكو زين، يذكر شيئا وتغيب عنه اشياء. قل له لا، من قال لك انت احزن بالظاهر ولا تحزن بالقلب؟ إن قوما آمنوا بالظاهر وكفروا بالباطن فلم ينفعهم إيمانهم شيئا، وإن قوما آمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم إيمانهم شيئا، ولا إيمان ظاهر إلا بباطن. زين، وذكرنا هذا أمس بالأمس. بعد مثلا يترجم حزنه بعدم الأكل والشرب، ما يأكل ما يشرب. يوم عود تعال أكل يقول كيف أشرب، كيف آكل وقد فقدت عزيزا علي، وقد فقدت غاليا. إلى درجة لو نقرأ التاريخ، هسه احنا عندي مباحث متسلسلة كنا أتعرض لها، الوقت ضيق، كلكم لابد مطلعين على التاريخ. الانترنت الآن ما شاء الله ينشر كم من حبيب مات جوعا على حبيبه. ها، ما طال مو؟ احنا يومية بالعراق نسمع بالمقبرة، وتدري هي أكبر مقبرة في التاريخ وفي الكرة الأرضية. ها، نسمع أنه اليوم وجدوا امرأة قد ماتت على قبر ولدها، امرأة قد ماتت على قبر زوجها، امرأة قد ماتت على قبر أخيها أو أختها، وهكذا. ما وجدنا شخصا ها لامها أبدا، ما يلومها، بل بالعكس يوجد المعذر لها، يقول إيه والله حقها حقها، لأن هذا فلذت كبدها. ها، هذا كان عزيز عليها. هم سمعت إنسان ينتقد هيك امرأة لا تأكل ولا تشرب وتبكي الليل والنهار، ها، وتهيم في الوديان، كم من امرأة جنت على عزيزها وحبيبها، هل وجدت لائما لها؟ ما وجدت لائما لها. أعطيك مثال آخر هسه، أعطيك مثال وهسه أشوفه من واقعنا. هذا الشخص اللي أحرق نفسه في تونس ومن عنده صارت ما يسمى بالربيع العربي، أكو واحد انتقده؟ أكو واحد تجرأ وقال هذا النار جهنم لأن انتحر؟ كلها تخاف تحكي، الصحف تخاف. أتحدى واحد سواله مقال على هذا الرجل واتهمه بالانتحار، بل بالعكس الشهيد فلان، الشهيد فلان، وراح يسووا له نصب تذكاري وإحياء ذكرى ومعرف إيش. زين، انتحر، قتل نفسه. ما سمعنا ممن يدعي التشيع زين تكلم عليه بكلمة، بل بالعكس أنا سمعت من يمدح هذا الرجل. زين،
سمعت منهم من يقول لا شك أنه مغفور عند الله عز وجل، لأن هذا ضحى بنفسه في سبيل الفقراء، في سبيل الناس. شوف المعذرات، أنا ما لي علاقة، ما أريد أنفي أو أثبت، بس أريد أقربك إلى قضية أنت تشعر بها وتعرفها، وأنا إن شاء الله يوصل مرادي إلى مرادها. زين، فما حد يعيب عليه، ما أنا هسه في استقرائي ما لقيت واحد يعيب عليه ذلك. ومن هاي الأمثلة الكثيرة، من هاي الأمثلة الكثيرة، فيترجم حزنه بعدم الأكل وعدم الشرب حتى يصل إلى الهلاك وإلى الموت. بعد يترجم حزنه بماذا؟ بشق الثياب. زين، يشق ثيابه، يتمرغل في الطين، يتمرغل في التراب. زين، أنا اعطيتك مثال أقوى على هذا، قلت لك ينتحر، يعني ينتحر، حرق روحه أو يذب روحه بالشاط أو يغرق روحه. تجد كثير من الناس لا يوقعون اللوم عليه، بل بالعكس يوجدون المعذرات، أن هذا أيباه، إش قد يحب هذا الرجل، إش قد يحب هاي المرأة، خصوصا بقضية العشق والهوى والغزل النسائي. هذا تدرون، سامعين قصة مجنون ليلى ومجنون قيس وعنتر وعبلة وغيرها من هاي القضايا، ولحد الآن ولحد الآن. زين، هاي القضية، هاي العاطفية، هاي هذا احنا بغض النظر عن شرعيتها وعدم شرعيتها، هذا هاي مشاعر الإنسان تختلف من شخص إلى آخر قوة وضعفا. هسا خلينا من الشرعيات، هذا أمر ثابت. زين، أو يشق قميصه، أو يمشي وراء الجنازة بلا رداء، حافيا حاسرا. تدري احنا عندنا روايات قضية تشيع الجنائز وأصحاب المصاب، أكو طرق للتعزية، أكو طرق للتشيع، كما أنه أكو شروط للدفن والتغسيل وغيرها. عندنا روايات أن صاحب المصيبة، صاحب الجنازة، أبو أخو ابن كذا، هذا لما يمشي وراء الجنازة أو يقف في المصاب للتعزية، شلون احنا نسميها فواتح، لا يضع له رداء على كتفه. سابقا مكان هاي العباية اغلب الناس شي يخلون، يخلون رداء، رداء يعني شلون هاي الجبة الشتوية اللي يعني في الشتاء يحطوها، رداء اما صيفي او شتوي. يقول الروايات تقول انه يستحب لصاحب العزاء أن ما يلبس رداء حتى يميز، حتى يعرف أن هذا شنو صاحب عزاء، ويحل أزرار قميصه، إذا لابس قميص يحل أزراره كذا، إذا كان حاسرا للرأس ماكو مشكلة، لأنه من المكروهات الشديدة، بل قال بعض العلماء بالحرمة لمن يمشي أمام الناس حاسرا رأسه إلا في المصيبة. زين، بس هاي القضية الآن في هالزمان عادية، لكن في زمان متقدم إذا تمشي بدون عقال أو كوفية أو عمامة، إذا ما مغطي رأسك ربما يعني تفسق، يفسقوك يعني عند بعض العلماء حرام. زين، هذا مسألة الملابس وغيرها تختلف باختلاف الأزمنة والأماكن شروطها الشرعية. المهم، ولذلك في رواية، الرواية تقول ثلاثة لا أدري أيهما أعظم جرما، ويذكر من هؤلاء الثلاثة من مشى وراء جنازة غيره بلا رداء. من مشى وراء جنازة غيره شنو؟ بغير رداء. هاي مو جنازتك، مو أنت صاحب المصيبة، ليش تمشي بلا رداء؟ ها؟ فإذا كان يقرب لك نعم أنت صاحب المصيبة نعم، أما إذا ما كنت صاحب المصيبة ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما. لاحظ شوف الحديث، هاي مذكورة في وسائل الشيعة ومسألة شرعية تذكر في التعزية، في تعزية المصاب أو صاحب المصاب، أو يمشي حافيا حاسرا،
أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا من كبار رواة وعلماء الشيعة، وقد لاقى بعض الأئمة عليهم السلام. هذا كان شيخ مشايخ قم. ذاك الوقت مدينة قم هذا يترأسها، يترأس علمائها. إذا تجي وتتحدث بشيء بسيط من فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام يتهموك بالغلو، زين؟ تقريبا مثل زماننا هذا، زين. منو إجاهم؟ إجاهم أحمد ابن خالد البرقي من كبار علماء الشيعة، عنده كتاب من أوثق الكتب اعتمادا في يعني في الفقه وغيره، اسمه كتاب المحاسن، كتاب رائع جدا، اقرأوه إخواني، بأمور كثيرة رائعة. فأحمد ابن خالد البرقي كان يتحدث بالفضائل، فحكم عليه بالغلو وطرده من قم، قال له امشي اطلع، ترى إذا تبقى في قم أكفرك. طلع أحمد بن خالد البرقي زعلان متأثر مكسور الخاطر. مرت الأيام والليالي، شعر أحمد بن محمد بن عيسى بخطأه، راد يحاول أن يستدرك خطأه، بحث سأل عنه، قال له مات وهاي جنازته راح يجيبوها يدفنوه، زين. فلما سمع بذلك ندم كثيرا، لأن مات وما تبار الذمة وياه، ندم كثيرا ومشى وراء جنازته. هذا كبير رئيس العلماء والحوزة في قم في حينها، مشى وراء جنازته حافيا حاسرا، زين، حافيا شنو؟ حاسرا، لو ما أكو جنازة وهيك أمر عظيم ما يقدر يمشي حافي حاسر، يفسقوه، من أكبر الكبائر أن يفعل الإنسان هذا الأمر بدون سبب. لكن إلى لحزن، نعم لحزن، نعم، لا يعد عليه عيب، زين. بعد مثلا يترجم حزنه بالاعتزال عن الناس، يعتزل عن الناس، زين. يسألون وين فلان؟ كل هذا طلق الدنيا وقعيد البيت، يبكي الليل والنهار على حبيبه وعزيزه الذي فقده. الناس يلوموه؟ ها؟ ما يلوموه، ما يلوموه. يعقوب عليه السلام مو لما أخذوا منه يوسف سلام الله عليه وهو يعلم أنه حي، يعلم لو ما يعلم؟ يعلم، لكن حي لكن بعيد عنه، على هالفراق اعتزل، زين، هجر عائلته وهجر الناس وراح في أطراف المدينة، بنى له بيت سماه بيت الأحزان. شلون بيت الزهراء عليها السلام بيت الأحزان اللي بنالها أمير المؤمنين سلام الله عليه بالبقيع؟ فبنال بيت سماه بيت الأحزان وظل يبكي حتى أصيب شنو؟ بالعمى، ومدحه القرآن الكريم. ترى هذا مدح له ذم، ها؟ وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، هذا مدح، دا يمدح القرآن، مو دا يصف حال فقط أو يذم. ما حد قال له أنت ليش هجرت أو هجر الناس وهو نبي، أبو أنبياء ابن أنبياء، هجر أهله، هجر الناس جميعا، لأن عند الدنيا كلها لا تساوي شيء في ذلك الزمان مقابل ولده يوسف عليه السلام. هذا معروف بقصة يوسف، الكل يعرفه، زين. الإمام زين العابدين عليه السلام، تدري بعد ما رجع إلى المدينة تقول الروايات اعتزل الناس 40 يوما، اعتزل الناس أبدا، لم يأذن لأحد الدخول عليه. ولذلك يروى أن زينب عليها السلام كانت لها النيابة الخاصة، كانت هي النائب الخاص للإمام، هي الواسطة بينه وبين شيعة. طبعا من شيعة؟ قد كانوا شيعة اللي في ذاك الزمان 5-6. 40 يوم اعتزل عن الناس، زين، ولا واحد يقدر يكلمه، أولا إمام ومعصوم، وثانيا من حق ذلك لأنه رأى تلك المصيبة العظيمة، وكادت نفسه تزهق
كما قالت له عمته زينب عليها السلام: ما لي أراك، ها ما لي أراك يا ابن أخي، ها تكاد نفسك تزهق. قال: ولم لا أجزع ولا أهلع. احنا لا تنسى لازلنا كلامنا بين بالحزن، ما طبينا إلى الجزع والهلع، بعدنا حد الآن نحن في الحزن وفي ترجمة مصاديق الحزن عند المخلوقات. وهذا كله دا أعطيك أمثلة مختصرات، هذا مختصرات، لأن إذا نريد نتحدث نتحدث يراد لنا أيام وليالي وشهور بل وسنين، تفنى السنين ولا تفنى هذه الحقائق. زين، فإذا هذا فد مختصر لترجمة ما يصنع الإنسان، ما يعني ترجمة شعوره عند الحزن. زين، بعد هاي خلي نجي إلى روايات ثلاثة أحاول أن أطرحها بهذا الأمر، وهي مهمة لها مساس بعقيدتنا وبشعائرنا وبحزننا على أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أولا عندنا روايتان، الرواية الأولى يذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد، المسألة فقهية عقائدية حديث طويل، العلماء يناقشوها ويدرسوها ويذكروها في البحوث الخارجة ويتكلمون بها طويلا، أنا راح أنطيك فشيء مختصر نبذة عنها، ليس إلا يعني حكي مال 6 أشهر 7 أشهر دراسة، راح أنطيك فكرة عامة من باب الثقافة العامة ليس إلا، يعني ما يمكن الآن بهاي العجالة توضيح قطرة من حقيقتها العلمية، لكن مجرد صورة عامة. الحديث الأول طبعا، وإنما أقول هذا من باب النصيحة ومن باب رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، حتى من يقعد واحد لا يقول آني وآني ويقول مثلا أعتقد وهذا الرأي كذا وهذا الرأي كذا. ولذلك أقول لك هيك، يعني نقعد 6 أشهر 7 أشهر بمسألة يناقشها بالحوزة العلمية، وكو بعض الناس وهو قاعد ورأسا قال آني وأقول هيك وكذا، يعني لا يدخل الإنسان نفسه في قضايا الشرعية قضايا العقائدية إذا لم يكن متحصنا بالأدوات العلمية وبالدراسة الكافية. عموما فنحن علينا أن ننبه وأن ننصح وأن نذكر الخطوط العامة. فالرواية الأولى في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وهي مرسلة ضعيفة حسب القانون الرجالي في الحوزات ضعيفة، أن الإمام الحسين عليه السلام قال لأخته زينب سلام الله عليها: أخي لا تشقي علي جيبا. دير بالك الكلمات، لا تزود ولا تنقص، يصير كذب على الإمام. زين، بعض الناس كمل هاي، بعض الخطباء زود كيف قام يجيب، مدري من يجيب ما أدري. زين، أخي لا تشقي علي جيبة ولا تخمشي علي خدة ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت. زين، شوف هاي كل مفردة وكل هذا، هاي بيها مناقشات يناقشوها على فرض صحتها، يعني بس الرواية مو صحيح حسب المبنى الرجالي، الرواية مرسلة. 90% من علماء الشيعة اليوم ما يقبلونها. زين، يعني يقول الرواية ضعيفة، وإذا أرادوا أن يقبلوها يقبلوها بيسموه جمع الدلال العرفي، يسموه التأويل، تحمل على بعض المحامل 1 2 3. طبعا لا تتصور يعني يقبلون رواية ضعيفة هيك يعني أخذوها على ظاهرها، وخصوصا إذا خالفتها رواية أخرى بنفس وزنها من ناحية الإسناد. مقابل هاي هناك رواية أيضا مرسلة يذكرها الطريحي في المنتخب، يذكرها صاحب كتاب نور العين علام المجلسي يذكرها. الرواية شنو؟ أن مولاتنا زينب عليها السلام لما لاح لها رأس الحسين عليه السلام وهو على رأس رمح عالي نطحت جبينها بمقدم المحمل،
يقول الراوي حتى رأينا الدم من وراء قناعها، يعني لابسة شنو كانت؟ لابسة قناع، فلما نطحت نفسها ضربت نفسها بالمحمل الدم شنو؟ الدم ظهر. زين، ثم أنشدت تقول، هاي القصيدة هاي السبب منها، الخطباء اللي يقرؤوها ترى هاي منسوبة لزينب عليها السلام اللي بدايتها يا هلالا لما استتم كماله غاله خسفه فأبدى غروبا إلى آخر القصيدة، 7 أو 10 بيات إلى آخر القصيدة، لعله نقراها ليلة من الليالي. فنجي الآن علماءنا اللي يقولون بضعف هاتين الروايتين يقول لا يؤسس منها حكم شرعي، لا هاي صحيحة ولا هاي صحيحة، إذن شنو هاي؟ يقول ما يعمل بها، تركوها، لا تحكي بها ولا تستدل، ما يستدل بها، الرواية ضعيفة، مو بس بهاي، حتى بالقتل، حتى بالحدود، حتى بالديات، حتى بالزنا، إثبات الزنا أو السرقة أو الصلاة أو الصيام أو أي شيء، إذا جت رواية ضعيفة الفقهاء شنو؟ لا يعملون بها. عندنا روايات ضعيفة هو ما يعملون بها، هذا منهج كثير من العلماء ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه. اقرأ تحقيقه وتقريره في كتاب التنقيح، من يجي يقول ذن الروايتين لا يستدل بهما، ثم ماذا يقول؟ يقول والعمل على الرواية المعتبرة الصحيحة، يا رواية، وهي رواية خالد ابن سدير أخو حنان أو حنان بن سدير، حنان وخالد وسدير أبوهم دول من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، هناك رواية معتبرة في كتاب في قمة الاعتبار وهو تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي على الله مقامه. شنو الرواية اللي يذكر في قضية شنو؟ في قضية بعض الأمور والأحوال التي تقام على مصيبة الحسين عليه السلام، يقول الرواية خالد سأل الإمام الصادق عليه السلام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، قلت هل يشق الرجل قميصه على أبيه أو أخيه أو ولده أو قرابته؟ قال لا بأس. الإمام الصادق عليه السلام ماذا قال؟ قال لا بأس، بعد ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات. القول لمن؟ للإمام الصادق عليه السلام. الرواية صحيحة، لا يجي واحد يتفلسف إذا عنده شغل ويا الإمام الصادق عليه السلام. زين، الرواية أولا صحيحة وثانيا شنو؟ هكذا قال الإمام. من اللي شققنا الجيوب ولطمنا الخدود؟ الفاطميات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، يعني زينب، سكينة، أم كلثوم، الفاطميات من باب أولى غيرهن. هذا شيء. الشيء الثاني أنبه، لقد شققنا الجيوب، أكو بعض المتفلسفين يجي يقول شوف هذا شقن هدومهن قدام الأعداء، من قال له قدام الأعداء؟ من جبت قدام الأعداء؟ هاي الرواية بيها قدام الأعداء؟ ها؟ الرواية ما تقول قدام الأعداء، زين؟ ولا نحن نقول أمام الأعداء، ولا نتصور أنهن يفعلن ذلك أمام الأعداء، بل بالعكس نحن نؤمن أن هذا الفعل حصل فيما بينهن، لو أمام الناس، فيما بينهن مو أمام الناس. هاي مثل مال في زيارة الناحية ناشرات الشعور، قال ها أمام الأعداء، يا أنت من تجيب هالشبهة هاي؟ أنت تولد شبهة من نفسك وتأول تأويل غلط. هذا مثل احمل أخاك على 70 محمل، شنو محمل؟ محمل إيش؟ ها جاوبني، 70 محمل شنو؟ حسن لو سيء؟ بس من اللي يحمل أخاه على محمل واحد حسن؟ شوف هذا مثل هذا اللي أنت من جبته حسن؟ والمستحيل أن الإمام يقصد محمل سيء. زين، إذن يحمل أخاه على 70 محمل حسن وليس محمل سيء. زين، من جبتها التناشرات الشعور أمام الأعداء؟ زين، أنت تقول الإمام لو توسوس من نفسك، لو تجيب شبهة بكيفك. بالعكس العقلاء يقولون لا شك أن هذا حصل فيما بين النساء، وهذا متعارف الآن،
كل احنا نسأل اخواتنا كذا من يصير عندهن مصيبة او كذا، او على ابي عبد الله الحسين او غيره، او حتى على حبيب معروف انه ينشرن شعرهن ويلطمن وكذا، هذا شيء معروف. مثل ما الرجال شي يسوون، ينزعون القمصان ويضرب على صدره وكذا، هاي تعبيرات الحزن. هاي يجي حضرة جنابة يريد يضرب الزيارة كلها، يسوي له شبهة شيطانية وسوسة إبليسية لا أساس لها. زين، لا أساس لها، هو بكيف حلم، لو بكيف يأول، لو بكيف يوسوس أو يوجد الشبهة. هذا يعني ما أريد أن أعلق عليه كثيرا، لكن أقول للأسف أن يوجد مثل هيك إنسان. زين، مثل ما أئمتنا يأمرون عليهم السلام أن نحمل الآخرين على محامل حسنة، لكن من يحمل أخاه على محمل حسن؟ الحقيقة يحمل على محمل سيء، وهذا من وسوسة الشيطان، وهذا من إطاعة الشيطان. التمس لأخيك عذرا، لا تتهمه بالظن السيء، لا تجيب شبهة من عندك، ها والله ليش ما سلم علي، يحتقرني. هاي من إطاعة الشيطان، هاي من وسوسة الشيطان. إذا ما سلم عليك قول لعله دايخ بمصيبة، شاغل أمر، التمس لأخيك شنو؟ عذرا. لكن للأسف بسبب الذنوب والمعاصي وضعف الإيمان، تجد قليل من الناس من يوجد عندهم هكذا شعور، كما هو ملاحظ في مجتمعاتنا. فيقول: ولقد شققنا الجيوب ولطمنا الخدود الفاطميات على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وعلى مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتلطم الخدود. إجا أكد الإمام الصادق عليه السلام، يقول السيد الخوي قدس الله نفسه، وأغلب علماءنا من يبحثون بهذا المسألة، هاي المسألة تلقيها بالكفارات، روح إلى المنهاج، زين، أو التقريرات في باب الكفارات، أنه أكو أفعال عليها كفارات حرام، وأكو أفعال ما عليها كفارات ولا حرام، بل مستحبة، بل يستفاد منها. وعلى مثل الحسين فلتلطم الخدود ولتشق الجيوب. لذلك في رواية، طبعا بالمناسبة الروايتين الماضيتين اللي يعمل بهم يستخدم التأويل الصحيح، وهذا بعد ما عدنا وقت أن أبين ذلك، بس عندي رواية أحب أن أذكرها. زين، الرواية ما هي؟ الرواية أن الإمام أبا محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، في مرتين، مرة عندما توفي أخوه سيد محمد المعروف بسبع الدجيل سلام الله عليه، هذا السيد الجليل، تدري أغلب الشيعة كان يظنون هو الإمام بعد الإمام الهادي سلام الله عليه، تدري لو ما تدري. ولذلك لما توفي الإمام الحسن العسكري عليه السلام الإمام الهادي، قال لابن الإمام الحسن عليهما السلام، قال لبني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. زين، هاي قضية في البداء، مو الآن نذكرها، في حين هان في شهادة سيد محمد وفاته أذكرها. المهم، فلما توفي أخوه ولما استشهد أبوه الإمام الهادي عليه السلام، كيف خرج وراء جنازتيهما؟ مو بيوم واحد، شوف متفرقات، في بعد جنازة خرج وراء جنازة أخيه، وعندما استشهد أبوه خرج وراء جنازته حافيا حاسرا مشقوق القميص من قدام ومن خلف. زين، هنا الشيعة المؤمنون المسلمون سكتوا، هذا إمام فعله حجة لو مو حجة؟ أنا ما يعجبني، أنا غلط، ما أقول الإمام شنو غلط، ما أقول هذا شو سوى الإمام. زين، هسه واجب مو واجب، ولكن جائز لو مو جائز؟ مو واجب أنت تصير مثل الإمام وتمزق قميصك على مصيبتك، مو واجب عليك، لكن لا تجي تتفلسف وتقول هذا شنو هذا. أكو متفلسفين من ذاك الزمان مستوهم، فد واحد من عندهم اسمه أبو عون أو عون، من شاف هذا الشيء قال إيه خوش لزمت لي لزمة علي. زين، كان من الحساد، بعث له رسالة،
الرسالة شنو؟ من رأيت أو سمعت من الأئمة، زين، من فعل كما فعلت بالأمس. الإمام الحسن العسكري عليه السلام إيش دزل الرسالة؟ دزل رسالة: وما يدريك يا أحمق. الله أكبر. إذن إيش قد عندنا حمقى في هذا الزمان؟ وما يدريك يا أحمق لقد شق موسى قميصه على هارون. ليش قال له لقد شق موسى قميصه على هارون؟ لأنه هو ما يعترف بالأئمة عليهم السلام. أولا وما يدريك، ولك أنت أعرف بآبائي لو أنا أعرف، تتعلمني من رأيت ممن سبقك، يعني أبوه مثلا معاشرة، أو سمعت من الأئمة، ولك أنت تعلم الإمام، أنت تعرف بسيرة الأئمة عليهم السلام ما يصعم. أكو موجودين بهذا الزمان، بلطيني أنت هم سامع الإمام هيك سوى؟ وحضرة جنابه كان قاعد هو ويا الإمام ويدري سوى لو مو سوى. زين، لو الأدلة الشرعية بكيف أريد نصا رواية أن الإمام عليه السلام لطم أو طبر أو ضرب زنجيلا عند مصيبة الحسين عليه السلام. زين، إذا أنت حضرة جنابك مجتهد، روح سوي لك رسالة عملية وخلي اللي يتبعك يتبعك ويقلدك يقلدك. أنت شم عرفك بالأدلة الشرعية؟ زين، هي الأدلة الشرعية بس آيات وروايات؟ زين، عندنا أدلة أصولية، عندنا الإطلاقات، عندنا المباحات، عندنا الجائزات، عندنا الكذا، عندنا الكذا، عندنا. زين، نفس الشيء أنا أقول لك اعطيني دليل أن الإمام يدري راح يصير هيك شعائر. لو ما يدري ليش ما قال سوف يأتي في آخر الزمان أناس يضربون رؤوسهم بالحديدة فهذا بدعة؟ زين، لماذا لم يقل ذلك؟ زين، لأن أنت إذا تريد تأسس دليل حكم لازم على دليل عندك. إذا ما عندك دليل بالنفي والإثبات، أكو أدلة أصولية. إحنا الأصوليين إذا كنا أصوليين مو إخباريين، عندنا الاستصحاب، عندنا أصالة البراءة، أصالة الصحة، عدنا 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 هاي أدلة يناقشوها العلماء 40 سنة بالحوزات العلمية، مو قوترة صار عالم، مو قوترة. زين، ولذلك ذولا وراهم. أنا سماريد أقول أن يعني أميل إلى جهة دون جهة، لكن مع ذلك المسألة خلافية. هذا يقول مو جائز، حج عليك وعلى مقلديك. لا تجي تطلعني من الملة والدين لأن فقيه يجوزني. زين، لأن لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسنوا. زين، هو الخلاف بس بهاي المسائل. الطين الآن بالصلاة ما مختلفين، بالصوم ما مختلفين، بالحج ما مختلفين. الآن حجك إذا تروح بدون تقليد حجك باطل. تجي إذا زاوج زوجتك زنا هذا بزوجتك، زين، منها مثلا يوم عرفة، ليلة عرفة، بعض العلماء عندهم أنه يجب الوقوف في عرفة في الليلة الشرعية الصحيحة. ها، أنت إذا تقلد هذا العالم ووقفت بغير الليلة الشرعية، هذا وقوفك باطل لو مو باطل؟ وقوفك باطل، ومزدلفة باطل، وأعمال منها باطل. زين، ما تدري فرضا لا سامح الله جاهل، تنتظر للسنة الثانية من تقارب زوجتك، أنت لازلت محرمة، إذا جيت قارب زوجتك زنا هذا صار زنا، تحرم عليك. أنا ليش جبت هذا المثل؟ لأن كل شيء ولا نسوان، كل شيء ولا تحرم علينا نسواننا. صلاة باطلة مو مشكلة، صوم باطل مو مشكلة. إيه، هذا التهاون بالشريعة، وقبلتهم نساؤهم آخر الزمان. بالعمد أنا متقصد جايب هذا المثل. هي المسائل الخلافية بس بالتطبير والشعائر، وهاي خلصت يعني ما عندنا غير هاي. زين، مسائل خلافية، كل من يعمل بتقليده وكل من يحترم الآخر. مو أشيل أذب بالبلوعة، لو أهدد، لو ذولا زنادقة، لو ذولا وثنيين. لا يا أخي، ما هكذا تورد الإبل يا سعدو. عندك لسان أنت توقع، أكو جهلة غيرك إذا أنت تقابله بهيجي. وين المؤمن اللي يدفع السيئة بالحسنة؟ وين المؤمن اللي يصبر على كلام أخيه الجارح؟ ما، ولذلك تشوف ردة الفعل.
ردة الفعل جهل، خطأ، يردون الخطأ بخطأ. نحن نقول لهم لا ترد الخطأ بخطأ، زين ذولا إخوانكم مؤمنين غلط، قل له سأستغفر لك ربي، ها؟ سأستغفر لك ربي. صير أنت متحلي بأخلاق أهل البيت عليهم السلام، مو ادفع بالتي هي أحسن. هذا المصطلح الشر لا يدفع إلا بالشر، هذا مو مصطلح أهل البيت عليهم السلام. مصطلح أهل البيت عليهم السلام ادفع بالتي هي أحسن، لئن مددت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك يدي لأقتلك إني أخاف الله رب. لكن وين هذا الشعور؟ زعاطيط استوهم عرف لأربع حكايات ونص بالدين وحصل لفضائية، واليوتيوب خب بعد ما يراد لفضائية، والانترنت ما يريد له، وبكيف يصور وبكيف يحكي ويظن أنه يدافع عن شعائر الحسين عليه السلام، فيطبر ويسب فلان ويشتم فلان، وإن كنا معه أن فلان خطأ عليك والبادي أظلم صحيح، لكن للذب زيت والذب بنزين على النار، ها؟ أنت تقول مولاي زين العابدين عليه السلام، مولاي الإمام الحسن عليه السلام، خلي يكون قولك فعلا مو قولا مجرد قول. أخطأ وكلهم مؤمنين، ولا شك إحنا يعني على ظاهرهم ما نتكلم على البواطن، زين أنه ما يقصدون هاي، لكن تطلع أخطأ، مو معصومين، المعصومين إيش قال عندنا 14، لكن لا تزيد الفتن والمشاكل بتصرفاتك، وخصوصا أنت مو مجتهد، لازم ترجع إلى مجتهد. ماكو مجتهد من المجتهدين اللي يقول بصحة هذه الشعائر، يقول لك نعم قابلة بالسب وقابلة بالشتم وقابلة بالإهانة. لكن من يسمع حج العلماء؟ من يسمع حج العلماء؟ الآن نحن في زمن الفوضى، كل من بكيفه يتكلم وكل من بكيفه يتصرف. عموما يا إخواني، إذن هذا بعض ما وددت أن أذكره في هذه الليلة في قضية مشاعر الإنسان على مصيبة أبي عبد الله الحسين، وهي مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام. الليلة ذكرى شهادة، أو الثالثة ذكرى شهادة زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، هذا اللي أصابه جزء كمثل مصيبة الحسين عليه السلام، اللي بايعوا آلاف، 10,000 أو يزيدون، لكن لما صارت المعركة وجد الجد ينظر يمينا وشمالا وإذا ماكو 10-15 واحد، ها؟ إلى أن جاءه سهم غادر وقع في جبهته وكان هو السبب في استشهاده. كان الإمام الصادق عليه السلام كلما يتذكر هذا السهم الغادر كان يجهش بالبكاء والنحيب. الله يرحم أحد الشعراء ماذا يقول؟ يقول: يبكي الإمام لزيد حين يذكره، وإن زيدا بسهم واحد ضربا، فكيف حال علي بن الحسين وقد رأى أباه لنبل القوم قد نصبا. سعد الله قلب الإمام السجاد عليه السلام، وسعد الله قلب أبي عبد الله الحسين لما رفع يده يمسح الدم عن جبهته بذلك الحجر من ذلك اللعين، وبان صدره للأعداء، فجاءه السهم المثلث. شال حسين، شال حسين ثوب يمسح الدم، اي ولن سهم المثلث ناجع، بسيم بقلبه يطاح لا أخر وجديم. أيواه حسينا، أيواه سيداه، بقلبه طايح لا أخر وجديم، هو وظلم هواها والسمح حمار، هو وظلم هواها والسماء، يا حماير. شوف انت مجرد سماع
كيف تأثرت وكيف حزنت لهذه المصيبة، لكن أقول كيف حال مولاتنا زينب سلام الله عليها لما وقفت تنظر إلى جسد أبي عبد الله الحسين وقد أخذ السهم من قلبه الشريف. يقول الراوي: ولم يكن هناك موضع في بدن الحسين إلا وفيه ضربة أو طعنة. والله ودايا يا والقلب شاجر على ابن أمي، وداوي تضعضع وانهدم حيلي، وداوي لا مجروح حتى قعيد، وداوي ولا غايب وقولي عو يا 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 أي يا دلي. أي لما نظرت إلى حال أخيها، يقول الراوي توجهت نحو المدينة، نادت: يا جداه يا محمد، هذا حسينك بالعرايا محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء. والله تعالوا تعالوا لابنكم غسلوه، ايو ايو والجفن وياك، ايو ايو اي يا مدجي اي بو يو يو. هذان البيتان واسالك الدعاء، ها، والله يرحم دعبل الخزاعي. افاطي مولايا وخيلتي الحسين دلايا وقد ما تعاط طفراتي، إذن للطيمت الخد فا وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم اشفي كل مريض خصوصا من أوصانا بالدعاء، اشفي مرضاهم، اقضي حوائجهم، احفظ الإسلام والمسلمين، أيد علماءنا العاملين، اجعل بلاد المؤمنين في أمن وأمان. أخواني الحاضرون احفظهم فردا فردا، أخواني المؤسسون تقبل أعمالهم، وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.